مش بس كلام. شوفوا مدى إدراك المواطن بالفعل لهذه المسؤولية، وهل المواطن هو ضحية للوساطة المحسوبية أم أنه هو مساهم في هذه الجريمة الإنسانية والقانونية والأخلاقية والدينية والوطنية. هي جريمة بكل المقاييس، وهي جريمة صراحة يعاقب عليها القانون في سوء استخدام السلطة وفي استغلال المواطنين. ترفعنا لها الباشياء منها العنصرية، على أنك أنت يصير نوع من التمييز صراحة، تمييز العنصري على أساس المال والحالة الاقتصادية وعلى أساس الواسطة وعلى أساس العرق وعلى أساس ولد عمي ولد قبيلتي ولد منطقتي، فتقودنا صراحة لأشياء ومسببات. المشكلة في الموضوع أن التقارير السنوية المحلية المتمثلة في مثلا ديوان المحاسبة والقوانين والتقارير عفوا الدولية، واللي متمثلة بمدى شفافية مؤسسات الدولة في هذا الموضوع، تقارير مفزعة جدا. المشكلة الأخرى في الموضوع أن بعد التقرير ما فيش خطوات فاعلة، ما سمعناش مثلا بإقالة مدراء مؤسسات، بإقالة موظفين شؤون إدارية ومالية، بإقالة موظفين في أعلى هرم السلطة الإدارية على هذه المؤسسات اللي من المفترض أصلا أن تم التفتيش عليها، وتم وجود فساد كبير جدا في الأموال. نتكلم على 277 مليار صرفت في 7 سنوات على حكومات متعاقبة. لليوم ما فيش ولا رئيس حكومة من الحكومات المتعاقبة جابوه للتحقيق أو حققوا معه أو سألوه أو مدير إدارة أو مدير مؤسسة. الرقم مفزع جدا. فأعتقد أن المواطن اليوم عشي بيشوف هذه الأرقام، لأننا تعودنا على هذه الأرقام، ماشي بيشوف هذه التقارير لأننا تعودنا نشوف هذه التقارير. اليوم محتاجين لخطوات، ماذا بعد هذه التقارير؟ هل في فعلا مسؤولية وفي محاسبة وفي فتح تحقيق في هذه الأموال التي صرفت حتى يحاسب الجاني؟ فطالما أن الناس مش ما تمش الحساب على 277 مليار، فالمواطن العادي متاع 10,000 و5,000 و100,000 و200,000 يشبح في أمر الموضوع موضوع عادي جدا وموضوع قابل إن هو يشتغل به. فأحمد أنا صراحة مستاء جدا، يعني اليوم كمواطن مش محتاج تقرير من ديوان المحاسبة، محتاج ماذا بعد هذا التقرير؟ يعني ديوان المحاسبة مش قناة تلفزيونية بيطلع لي بتقرير أو هذا تقرير صحفي. يعني بهذه الكيفية لما نوصل لمرحلة أنك أنت عاطيني تقرير من 40 ولا 50 ولا 100 صفحة يتكلم على أرقام مفزعة بالأسماء وبالتواريخ وبالصكوك المالية وبأدونات الصرف، قصدي أنت ما جبت الشيء، لا في حتى أدونات صرف قصدي صرفت فيه ورق فيه مستندات، وتجيبني وتجي تطلع لي مجرد تقرير بس كأنك أنت تقرير صحفي وما فيش خطوات على أرض الواقع. أنت مسمي المسميات، مسمي الجهات اللي مسؤولة على الفساد، ليش ما فيش محاسبة؟ ليش ما فيش استجلاب من النائب العام فتح تحقيق؟ يعني موضوع صراحة إذا كان هرم الدولة يفكر بهذه الكيفية، فأنا ملوم مش موظف في قطاع عادي جدا في قطاع خدمي. والله حتى غياب القانون له دور كبير جدا يا مصطفى في الموضوع هذا. مرات ديوان المحاسبة ما عندهاش سماح نقول احنا، طبعا انا لا التمس لهم العذر، لكن احتمال انه يكون ديوان المحاسبة ما عندهاش نقول احنا القوة والسلطة انه هو ينفذ. عنده سلطة هو يقدر اليوم يسكر شركات. اليوم في مؤسسات حكومية يقدر يلغاها، يقدر يلغي لها الصرف. إذا كانت عنده سلطة معناها موضوع الفساد منتشر وبقوة أيضا في ما في 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 أركان ديوان المحاسبة. صحيح. في 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 مؤسسة ديوان المحاسبة يعني هناك رشوة مثلا على شركات ثانية ما تطلعنيش في الصورة وكذا وكذا وخذ نسبتك. يعني موضوع كبير بالنسبة لموضوع موضوع التقرير والمحاسبة، موضوع كبير جدا وبيدخلنا في متاهات ثانية مصطفى. لكن هي الجهة المسؤولة، يعني هي الجهة المسؤولة الوحيدة. يعني لو بنتكلم على الموضوع هذا موضوع كبير جدا بأمانة، موضوع كبير جدا. علاش هذا بس طلع فيه انت؟ هو تقرير سنوي، هو تقرير سنوي كل سنة. الرقم اللي طلع مش للسنة هذه فقط، طلع للسنوات كلها. هو اجمالي اجمالي السنوات. لماذا السنة اللي فاتت ما طلعتهاش؟ علاش السنة قبل ما طلعتهاش؟ علاش الوقت هذا بس؟ تصفية حسابات لغير هو موضوع يا مصطفى. لكن ما علينا في الموضوع هذا، احنا موضوع الرشوة. يعني احنا نتكلم عن الرشوة والوساطة في بلادنا. علاش زاد حتى الفترة هذه؟ حتى موضوع الضعف المادي يا مصطفى لي دور كبير جدا. وضعف المعيشة لدى المواطن، يقول لك انا مانيش محصل فلوسي، ما عنديش من نصرف، انا نمشي نعطي 50 100 جنيه على 1000 جنيه ويطلع لي فلوسي. هيك اصبحت ثقافتنا. وقال لك موضوع خدمي هو يعني بيقول له رشوة، يقول لك انا ما عنديش كيف نعيش، انا كيف فابدا يبرر في الشيء لنفسه. جيل الموظف ونفسه يقول لك والله اني نخدم، انا انسان فاتح عندي من غير الواحد هذا بزنس خاص. شنو بزنس خاص بك؟ خدمات. شنو تخدم؟ تشتغل مثلا انت في المالية، انا نطلع لك يعني مرتباتك، انا نطلع لك. يعني بدا يستغل في الموقع اللي فيه هو انه هو كيف يشتغل ببزنس
في المواطن، والمواطن للاسف راضي، خلينا نكون واقعين، لو المواطن مش راضي ما انتشرش يا مصطفى الكلام هذا وما اكثرش. لو فيه الموظفين اللي ما يبوش ارضيه خصبه للموضوع هذا صحيح راه ما استمرش في هذا، ما استمرش الموضوع صحيح. هذا لكن انا الشيء اللي مخوفني بجديات يا مصطفى ان بدت الرشوه والتجاره في البشر. كيف تجاره في البشر؟ انا لما مثلا نجيب حاوت ادويه مصطفى، حاوت الادويه هذه نقوله خربانه او شيء ونرش عليها ان هي كيف تخش، هذا هلاك. هذا يعني انت بدي في صحتي، يعني بدي التجاره مش في الورق وفي الكذا، بدت بصفه لما يجي للصحه يخش يجيك مواطن يا مصطفى قطاع الصحه بصفه خاصه، لما يجيك مواطن بيموت بيقول لك انا نبي عنايه او انا نبي دواء وما عندهاش كيف، وانت المستشفى هذا بتخدمه، لا تقول له والله يعني ما عنديش ليك سرير وبرا العياده، او انا ما عنديش ليك دواء ودواء يسوى 1000 جنيه وانت ما عندكش 50 جنيه تحتك. فالموضوع كبر وده يعني موضوع كبير جدا جدا جدا. مش بس كلامي.